الو عسلم، مرحبا بيك. السلام عليكم ورحب ضيوفك الكرام، يعيشك. ونقدم التعازي الحار باسمي وباسم احباء الملعب التونسي من بارد ومن بنزرت حتى البنجردين بسعد الورتاني خونا وولدنا وفقدنا جندي في الرياضه التونسيه. الأسعد الورتاني خلى بقعة كبيرة في عائلة الملعب التونسي بالأخص وفي الرياضة التونسية بصفة عامة. نقدم بحر التعازي باسمي وباسم جمعية الملعب التونسي عائلته وكافة أحبابه فهمني الله يرحمه. يعني بالمناسبة الأليمة نحب الملعبية متاع تونس يتعلموا الرجولية والجرينتا متاع الأسعد. وقت الإنسان يمشي وراء آلاف وفرق ما بين الإنسان يمشي ثلاثة وأربعة من الناس، الأسعد كان يحسب التيران، الأسعد كان يلعب على المريول، الأسعد كان يحب مريول اللي يلبسه ويعطيه من غير حساب، كان كريم وكان حنين، كان راجل. يعني حبيت نتدخل باش رغم اللي ضيوفك الكرام كانوا يتنساو مرور مر الكرام على الملعب التونسي، لكن مسيرته تو شوية مع الملعب التونسي. هو سي محمد علي، احنا اليوم حكينا على الأسعد كملاعبي وتجربته مع الملعب التونسي، تجربة كبيرة برشا تضاف له لي هو وتنضاف زادة إلى فريق الملعب التونسي. هو كي مر في الملعب التونسي وعطاه الملعب التونسي طوش، ما حسيت اللي مر الكرام على الملعب التونسي عبارة في التدخل متاع الخيان. من الملعب التونسي راهو ولده كان حاضر في الزنازة ومعناتها متعاطفين أكثر ناس فهمني، واجب هذا، وهذه مناسبة أليمة معناتها ما فيهاش حسابات فهمني. هو الله صحيح. يرحمه ويصبر عائلته ويصبرنا نحن، خاطر ما عادش عندنا ملاعبية تلعب على المريول والجرينتا بتاع الرجولية هذيك. وهذه رسالة في المناسبة الأليمة هذه، إنه الناس تنسج على منوال البشر اللي ما يحسبش واللي ما يطالبش فهمني وما يعطيش. الأسعد كان ما يطالبش، كان يعطي ويعطف على حنين ويعطف على الزوالي ويبل المريول. الله يرحمه وينعمه، الله يرحمه وينعمه، والله يصبر عائلته ويصبرنا نحن فيه ويصبر أكيد كل محب الأسعد الورتاني في تونس. أكيد كل محب الأسعد الورتاني مهما اختلفت الانتماءات نتاعو للفرقة التونسية، كل الفرقة التونسية وقفت جنبا إلى جنب في جنازة الأسعد الورتاني، وهذا ما عندوش حتى علاقة بالأسعد لعب في الفريق هذا ولا ما لعبش، وإنما عنده علاقة بمردود الأسعد الورتاني الكبير اللي كان حاضر بالتألق نتاعو 90 دقيقة الوقت القانوني والوقت الإضافي. شكرا ليك سي محمد علي، وإن شاء الله الملعب التونسي يتفكر لسعد الورتاني ويحاول كما سي عماد وعدنا وسعي أكيد بشي تكون فما بادرة من الترجي الجرجيسي وأصحابه باش تصير لفتة كريمة ولا تصير تكريم للشخص العظيم هذايا يكون من قبل كل الرياضيين في تونس بغض النظر على الفرق. إن شاء الله يا ربي. مشكور سي محمد علي.